نروح معاكم لنادي الإسماعيلي، وبدأ الفريق الأول تدريباته الجماعية ضمن برنامج الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش ضمن منافسات الدوري ممتاز، وبدأ التمرين بتدريبات جري حوالين الملعب، وخاض لعيبة الفريق اللي شاركوا في مباراة المقاولين العرب تدريبات خفيفة. كمان الجهاز الفني للفريق بقيادة كابتن أحمد حسام ميدو قسم اللعيبة لمجموعات، وكمان أدت كل مجموعة فيهم تدريبات على الاستلام وعلى التسليم. كمان اشتمل التمرين ده على تدريبات خلق للمساحات والتحرك من غير كورة، وأدى حراس المرمى تدريبات على التسديدات من مسافات بعيدة، واختتم التمرين أو اختتم بتقسيمة قوية في وسط الملعب، وتم إيقافها أكثر من مرة بغرض إصلاح الأخطاء. كمان قرر حسام حسن المدير الفني للفريق المصري بورسعيدي ضم الثلاثي محمد محسن ولؤي فهمي وعمر المرسي لاعيبه فريق قطاع الناشئين في النادي لمعسكر الفريق الاول استعدادا لمباراه غزل المحله. هيبتدي المصري بورسعيدي معسكره المغلق النهارده يوم الاثنين في القاهره استعدادا لمباراه غزل المحله، والمقرر ان هي تقام الساعه 5 مساء يوم الجمعه اللي جاي على استاد برج العرب ضمن مباريات الجوله ال 14 من بطوله الدوري الممتاز. كمان بيسعى مسؤولي نادي فيوتشر انهم يتعاقدوا مع عبد الرحمن مجدي جناح فريق الاسماعيلي خلال فتره الانتقالات الشتويه الجاريه، وبيسعى مسؤولين فيوتشر انهم يتعاقدوا مع اللاعب بناء على طلب من علي ماهر المدير الفني عشان يحلوا الازمه اللي بيعاني منها الفريق في مركز الجناح الايمن. من المنتظر انها تشهد الساعات اللي جايه دي دخول مسؤولين فيوتشر في مفاوضات مع اللجنه القانونيه المكلفه من وزاره الشباب والرياضه باداره النادي، وطبعا عشان يحسموا الصفقه وبشكل رسمي. بيرغب عبد الرحمن مجدي ان هو يرحل عن صفوف الاسماعيلي خلال فتره الانتقالات الشتويه الجاريه عشان يخوض تجربه جديده، خصوصا طبعا بسبب الازمه الماليه اللي بيعيش فيها دلوقتي الاسماعيلي او في الفتره الاخيره. كمان استقر طلعت يوسف المدير الفني لفريق أنبي على الاستغناء عن المهاجم الصربي ديجان ميليج، وده طبعا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وكشف مصدر جوه نادي أنبي ان ميليج بيرفض فكرة ان هو يفسخ العقد بتاعه بالتراضي مع النادي البترولي، وعنده رغبة ان هو يرحل بشكل مجاني مع الحصول على قيمة الشرط الجزائي كاملة. وكان اللاعب انضم لصفوف أنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية اللي فاتت دي قادم من فريق بورتاس البوسني، طبعا هو لم يثبت نفسه حتى الآن مع الفريق البترولي، وكمان ما شاركش في أي مباراة رسمية من ساعة ما انضم للفريق. كمان أكد البرازيلي ميكال المدير الفني للمنتخب الأولمبي خلال جلسته مع الجهاز المعاون أن وجود العناصر الشابة مع الفريق الأول في أنديتهم أكيد بيدي للعيبة ثقة أكبر من اللي بيظهروا في دوري الشباب، طبعا هيكون عندهم قدرة كبيرة جدا أن هم يواجهوا اللعيبة الدوليين في المنتخبات التانية. أبدى كمان المدير الفني التحفظ من مستوى عدد من اللعيبة اللي انضموا لصفوف الفريق في الفترة اللي فاتت دي، وبتضمن كمان برنامج المنتخب الأولمبي اللي تسلمه محمد بركات عضو اتحاد الكورة المشرف على الكورة بدء معسكر مغلق مبكر قبل المباراة بأسبوع كامل، مع خوض كمان مباراة ودية مع أحد المنتخبات الإفريقية صاحبة التصنيف الأول.